صباح الخير يا وطنا يسير بمجده العاجل إلى الأعلى. صباح الخير يا وطن، صباح الخير من رفح حتى رأس الناقورة، من قدس العروبة وغزة الأبية حتى الخليل. صباح نسيم الجليل العليل، صباح الخير من حيفا وعكا والناصرة وبئر السبع إلى نابلس جبل النار. صباح نخيل أريحة وبرتقال يافا، صباح الخير لبيسان والمجدل وإسدود وعسقلان. صباح الخير من أم الرشراش والمزارعة ويالو ولفتة وعين كارم والعباسية وبيت نبالة وصفد. صباح الخير إلى بيت نوبة وعمواس والقسطل من طبرية حتى النقب. صباح الخير للد والمثلث، صباح الخير من وطن يا وطن. صباح الخير من مهد بيت لحم إلى قلقيلي وطول كرم وجنين. صباح الخير لأهلنا في طوباس وسلفيت، صباح الخير لكل مدينة وقرية ومخيم. صباح الخير للشعبنا في الشتات واللجوء، صباح الخير للأسرى والجرحى ولذوي الشهداء. صباح الخير للعمال والفلاحين، صباح الخير للطلاب، صباح الخير للفقراء، صباح الخير يا وطن. صباح الخير يا أرضا عشقناها مدى الزمن. في هذه الجولة الإخبارية الصباحية نتابع معكم آخر التطورات والأحداث الميدانية مع شبكة مراسلين، وعلى امتداد الوطن السليب نقرأ الخبر نقدمه ونحلله بعين فلسطين. برنامج صباح الخير يا وطن يأتيكم من الساعة 8 صباحا وحتى 9. هذا البرنامج برعاية مستشفى اتش كلينيك التخصصي هيلث، صحة، هيومانيتي، إنسانية، هاي ستاندردز أوف كير، معايير عالية للرعاية الطبية. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، جودة، صحة، مذاق طيب. الجنيدي إلنا كلنا. هيئة تنشيط السياحة الأردنية، الأردن وجهتك المثالية لتلقي أفضل الخدمات والرعاية الصحية بمعايير عالمية. أسعد الله صباحكم مستمعينا ومشاهدينا بكل الخير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج صباح الخير يا وطن. صباح الخير للزملاء من الإخراج التلفزيوني خالد نجاص، من الهندسة الإذاعية محمد ريان، من المتابعة والتنسيق سحر حنني، ومني لكم في الإعداد والتقديم هدي الأبوساني أطيب التحيات. وللتذكير تتابعونا على شبكة وطن الإعلامية على شاشة تلفزيون وطن، وعبر إذاعة وطن على الموجة 99.2، وعبر وكالة وطن للأنباء على موقع فيسبوك مباشرة. لنبدأ هذه الجولة بأبرز العناوين. اقتحامات ومواجهات واعتقالات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس. والعثور على بقايا قذيفة صاروخية قرب العفولة أطلق قبل أسبوعين من جنين.
وزارة الأشغال العامة وإسكان تقول أعمال رفع ركام من شوارع مخيم جنين تنتهي اليوم، ثم سنبدأ بهدم المباني الآيلة للسقوط بفعل العدوان الأخير على المخيم. والأسير رائد بدوان مصاب منذ عام 2015 ووضع صحي مجهول. وفي ملفنا على موعد مع الحرية لهذا اليوم، الأسيرين أيوب الزعارير وعامر أبو الرموز من الخليل بعد أن أمضيا في سجون الاحتلال 16 عاماً. وشوارع الاحتلال في الضفة الغربية تحول المستوطنات إلى ضواحٍ لمدن الداخل المحتلة. وجيش الاحتلال يجري تدريباً عسكرياً في شمال الجولان المحتل وسهل الحولة. وأخيراً 51 عاماً وغسان حي فينا. من العناوين إلى التفاصيل، أصيبت سيدة بجراح مساء يوم أمس من جراء إصابتها برصاص الاحتلال في مدينة القدس المحتلة بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن. وذكرت القناة 12 العبرية أن جيش الاحتلال أطلق النار تجاه سيدة قرب حي الشيخ جراح بمدينة القدس بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن داخل القطار دون الحديث عن تفاصيل أكثر. وأطلق جنود الاحتلال النار على سيدة في شارع حييم في محطة للقطار الخفيف في المدينة وبالقرب من مركز لشرطة الاحتلال، وتم اعتقالها بعد ذلك. ووصل المفتش العام لشرطة الاحتلال يعقوب شبتاي إلى المكان، كما عززت قوات الاحتلال من تواجد عناصرها في المنطقة وفي الشوارع المحيطة بها. وأيضا في تفاصيل الخبر، زعمت هيئة البث الإسرائيلية كان 11 أن سيدة حاولت طعن أحد جنود شرطة الاحتلال، لافتة إلى أنها أصيبت بالرصاص في رجلها، في حين لم يصب أحد من عناصر شرطة الاحتلال في عمليات الطعن المزعومة. إذن وفي ملفنا لهذا اليوم، وعلى موعد مع الحرية اليوم، الأسيرين أيوب الزعارير وعامر أبو رموز من الخليل بعد أن أمضيا في سجون الاحتلال 16 عاما. وذكر نادي الأسير أن الأسير أبو رموز يبلغ من العمر 40 عاما، وكان قد أمضى في سجون الاحتلال 16 عاما، وسيتم الإفراج عنه كذلك من سجن النقب الصحراوي، علما أنه خلال سنوات اعتقاله فقد شقيقيه وحرم من ودعهما. وللمزيد حول هذا الموضوع يسعدني أن أرحب بضيفنا عبر الخط الهاتفي السيد مصطفى أبو رموز أبو ثائر الشقيق الأسير عامر. يسعد صباحك سيد مصطفى وأهلا بك. صباح الخير يا أختي، صباح الخير إليك ولكل المستمعين. تحياتي لك وصباح الحرية أيضا. يعني بعد 16 عاما تتجهزون اليوم لاستقبال أخاكم عامر، يعني حدثنا قليلا، أين أنتم الآن؟ ماذا تفعلون؟ احنا في البداية نتمنى الفرج العاجل لكل أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال، وندعي ربنا انه هاي اللحظات الانتظار والترقب اللي احنا عايشينها كل اهل الأسرة وعوائل الأسرة يوصلوا لهاي اللحظة ويعيشوها. طبعا احنا الان يعني راح نتوجه كعائلة واصدقاء واهل وجيران لصالة النور الملكية في وادي الهرية، ومن ثم ننتظر تلفون، ننتظر إشارة، ننتظر أي معلومة على أي معبر راح ينزلون. يعني حتى هذه اللحظة لا يوجد مكان محدد يعني لاستقبال الأسير وأيضا ساعة أو وقت محددة؟ لا، هناك مكان يعني معروف لاستقبال الأسير، يعني هي اليوم اللي راح نستقبل المهنئين في البيت عندنا، وبكره وبعد بكره في صالة النور الملكية. نعم. ولكن على اي معبر راح يتركوهم هذا ما بنعرفش، على اي ساعة راح يتركوهم ما بنعرفش. احنا بنعرف انه الاحتلال
راح يعني يعمل كل إمكانياته وينغص علينا فرحتنا. نعم يعني لا نتمنى ذلك، لكن يعني أنتم الآن تتجهزون لاستقبال أخاكم بعد 16 عاما لربما من وجود سلسلة فعاليات ستقومون بها خلال هذا اليوم والأيام القادمة، يعني هل هناك برنامج معين؟ صحيح صحيح، ولكن البرنامج المعين ما في سيناريو يعني محدد في أي وقت. إحنا بالعادة الناس بتروح على المعبر تستنى معبر الظهري اللي بسموه بين قوسين ميتار. هلا احنا نزلنا بيان بالامس كعائلتين، عائله الزعرير وابو حموز، نطلب من اهلنا وحبايبنا وناسنا وكل حدا بده يشاركنا فرحتنا. ما عندنا نيه للتوجه للمعبر، احنا بنقدر قديش شعور الناس وقديش الناس متلهفه انها تكون كل حدا فيهم بفكر انه انا راح اشوف الاسير اول واحد وانا بدي اسلم على الاسير اول واحد. ولكن احنا من خلال تجربتنا مع الاسرى اللي خرجوا من السجن سابقا، الاحتلال يحاول دائما أن ينغص على أهليهم، بيستغل التجمع المعابر وبيجي بيعاود يتم اعتقال الأسير مرة أخرى لعدة ساعات، وبيتم التوجه فيه لأماكن مجهولة، وبيتم إلقاء يعني الإفراج عن الأسير في أماكن غير معلومة. إنه يعني هذا الحكي بنغص على أهل الأسرى وبنغص علينا. إحنا بنقدر عاليا يعني شعور كل الناس اللي هي يمكن الليلة هاي ما نامت وهي تفكر كيف تروح على المعبر. نتمنى من الناس، وتمني ورجاء وليس أمر يعني، إنه ما حدا يتوجه على المعبر. نتمنى من الناس إنهم يتعاونوا معنا في البرنامج اللي إحنا وضعناه. يعني أنا أخو أحب أكثر حدا حابب أشوفه، يعني أنا أمي كمان أكثر حدا حابب يشوف ابنها سيطلع من المعبر. أنا بدي أقول لكم أمي ما بدهاش تنزل على المعبر، لأنه إحنا ما بدنا ننكد على أخي خمس ست ساعات كمان يعتقلوه ويأخذوه على أي معسكر للجيش أو معسكر الإدارة المدنية. لا، نتمنى من الناس، هو رجاء. يعني أيضا نتمنى الحرية، وأيضا لا نتمنى أن يحدث ذلك، ويجب دائما التفاؤل بالخير يعني أيضا يا سيد مصطفى. لكن صحيح، ولكن هذا سيناريو يا أختي، هذا سيناريو موجود بالتأكيد. هم بتعملوا هيك من حد ما إجا بن غفير هيك بيسووا مع الناس ومع أهل الأسرة. بالتأكيد يعني أخي تحدثت عن استقبال جماهيري الشعبي للأسيرين الزعرير وأيضا أبو رموز، هناك يعني أنتم العائلتين ستقومون ببرنامج معين خلال هذا الاحتفال، يعني أخبرنا بتفاصيل هذا البرنامج. إحنا بالأمس نزلنا بيان وطلبنا من الناس في عدم التوجه للمعبر، لأنه هناك خطة إحنا كعائلتين رسمناها، نتمنى من الجميع أنه يعني يتعاونوا معنا فيها. إحنا يعني هو أمني على الناس أنه نوفر على عامر وأيوب عناء، إنه ممكن يتم عاود يعني يحجزوهم ساعتين ثلاثة أربعة، إنه هم بتعاول هيك في آخر خمس أسرة في محافظة الخليل أحكام عالية تم التعامل معهم في هذا المنطق. الناس بيكونوا مستنوهم على المعبر وبعاود يحولوهم لمكان آخر. نعم. هون الجو دنيا صيف، يعني إحنا كمان بدنا نوفر عناء على الناس، يعني ممكن إحنا نكون قاعدين على المعبر نستنى فيه ننتظر فيه، يجينا تلفون إنه تم الإفراج عنه في مكان آخر ونعاود نضطر نروح على مكان آخر. يعني أعتقد هيك الإنسان لازم يتعلم من تجارب الآخرين. نعم. آخر خمس أسرة زي ما قلت لك إياها ما تم يعني إطلاق سراحهم على المعبر. نعم. يعني أخي مصطفى خلينا نحكي اليوم عن استقبال أخاك عامر، يعني لربما يعني بعد سنوات طويلة، نتحدث عن 16 عاما تنتظرون عامر أنت والعائلة والإخوة وأيضا الأم، يعني كل الدقائق تستعدون فيها لاستقبال عامر، يعني حدثنا عن هذا الشعور لهذا اليوم. يعني هي كل دقيقة بساعة، حتى كل دقيقة كل دقيقة بال 16 ساعة اللي مضوا، 16 سنة اللي عدت، احنا ننتظر هذا اليوم يعني على أحر من الجمر. احنا 16 سنة واحنا ننتظر هاي اللحظة. نتمنى من ربنا انه يتمم هذا الموضوع على خير، وربنا يعدي هذا الموضوع على خير، وان شاء الله يا رب الحرية لكل أسرى الحرية. نتمنى ذلك. يعني إن أردنا الرجوع إلى الوراء قليلا أخي مصطفى، وتحدثنا عن زياراتكم الأخيرة كعائلة للأسير عامر داخل سجون الاحتلال، ماذا عن وضعه الصحي وأيضا ماذا قال لكم في آخر زيارة؟ عفوا. الحمد لله رب العالمين، وضع الصحي وضع جيد، ما فيش عنده أي مشاكل. عامر له فترة يعني يمكن 6 شهور أو 8 شهور طلب منا ما حدا يجي يزوره، بالتحديد امي، لانه تعرفي انت المشقه للاسرى. امي يعني عمرها ما يقارب 70 عام، طلب منها انه يما خلص انت ما تيجي على السجن، لانه بكفيكي يعني انت اللي رحتي وجيتي. ويعني زيارات السجون مش بالساهل، يعني مش بالساهل ان حدا يطلع يزور سجين ويرجع.
وإن شاء الله ربنا اليوم يعني ربنا بكحل عيوننا بشوف تأخير. نتمنى ذلك. يعني أيضا إن أردنا الحديث عن عامر، يعني عامر تمكن من استكمال دراسته داخل سجون الاحتلال، إن حدثنا بتفاصيله. عامر من النوعية اللي أنا يعني حسب بسمع من المعتقلين اللي تم عاشوا معه في السجون، ما ضيع كثير وقت وفراغ في السجن، هو كمل تعليمه، حصل على البكالوريوس، يعني قرأ كتب، بنى شبكة علاقات كثير محترمة مع المعتقلين، ما فيش له أي تناقض مع المعتقلين، يعني كل المعتقلين اللي روحوا من عندهم السجون وبيعرفوا عامر بقولوا عامر بنعاش معه في السجن. يعني في السجون في كمان كيف في عنا في الخارج شد وجذب وتناقضات، كمان السجون بتعيش هاي الحالة. عامر الحمد لله رب العالمين من الناس اللي كون شبكة علاقات ممتازة جدا في السجون، وكل الأسرى اللي خرجوا من السجون بس نتواصل معهم نحكي معهم بقولوا عامر واحد من الذين استطاعوا أن يجسدوا العلاقات الوطنية بين كل الفصائل وبين كل المعتقلين بغض النظر عن انتماءاتهم ولونهم التنظيم. نعم، يعني بالتأكيد لمن لا يعرف عامر أخي مصطفى، من هو عامر؟ لماذا اعتقل قبل 16 عاما؟ أخي عامر اعتقل في 10/7/2007 بتهمة الانتماء لكتائب شهداء الأقصى. طبعا اعتقل هو ومجموعة شباب من ضمنهم كمان أخي روح بصفقة شاليط، أولاد عمي الحكم 16 عام هو أيوب الزعرير، طبعا على نفس القضية اعتقل هو أيوب الزعرير في نفس اليوم والحكم ونفس الحكم، إن شاء الله اليوم بروح من السجن هو أيوب الزعرير. نتمنى ذلك. يعني رسالتك الأخيرة أخي مصطفى اليوم لعامر وأيضا لكافة الأسرى في سجون الاحتلال. يعني أنا رسالتي للأسرى وهم كثر وأصدقاء وزملاء القيد، اصبروا فإن الله مع الصابرين، والسجن ما بسكت على حدا، وأنا بعرفكم أنه أنتوا يعني حاملين رسالة ودائما اللي إحنا رسالة بده يتحمل نتائجها، وانتم لمنكم مشيتوا في هالضرب وسلكتوا هذا الضرب بتعرفوا انه امامكم اما الشهاده واما الاعتقال، ما في حدا مشى في هذا الضرب وبيعرف انه هو مش راح يصل ل اما الاعتقال واما الشهاده، والحمد لله رب العالمين، وان شاء الله في ميزان حسناتكم كل هاي الايام الصعبه اللي قضيتوها في السجن. السجن زي ما قلت ما بذكر احدا، احنا صحيح قاعدين نستقبل بنستنى لحظه لحظه استقبال أخي، ولكن والله إنه القلب في غصة. يعني أنا ابن عمي أخي عامر تركه في السجن، عماد أبو رموز، محمد أبو رموز، معاذ أبو رموز، طائر أبو رموز، هذول كلهم أولاد عمنا في السجن ظلوا موجودين، أصدقاء كثر بالعشرات إحنا نعرفهم أو بالمئات، ما في مجال لذكر أسمائهم كلهم في هاي اللحظة، كل حدا بيعرفني داخل السجون في هاي اللحظة، هو باللحظة هاي هو في بالي واسمه عراس لساني، ولكن أنا ما بقدر أذكر كل أسماء الناس اللي ممكن أذكرها أو الناس اللي أنا بفكر فيها في هذه اللحظة. نعم، إذن نتمنى الفرج العاجل والقريب لجميع أسرانا في سجون الاحتلال وأيضا الشفاء للجرحى والمرضى. إلى هنا أود شكرك أخي مصطفى أبو رموزة أبو تائر شقيق الأسير عامر، شكرا لك. إذن للتذكير مستمعينا ومشاهدينا أنه على موعد مع الحرية لهذا اليوم بعد 16 عاما من سجون الاحتلال الأسيرين أيوب الزعرير وعامر أبو رموز من مدينة الخليل. وبحسب نادي الأسير الفلسطيني فإن الأسير الزعرير يبلغ من العمر 40 عاما وقد أمضى في سجون الاحتلال 16 عاما، وسيتم أيضا الإفراج عنه اليوم من سجن النقب الصحراوي، علما وأنه خلال سنوات اعتقاله هذه فقد والده في العام 2019 وحرم من ودائعه. ومن مدينة جنين تجولت يوم أمس كاميرا وطن في أزقة مخيم جنين الذي تعرض لعدوان من قبل الاحتلال لعدة أيام وقبل أيام، وقابلت العديد من اللاجئين الذين حيوا المقاومة وطلبوا السلطة والعالم بحمايتهم. لنستمع إلى هذه الرسائل معنا.
احنا رسالتنا من المخيم لكل العالم انه نعيش عيشة كريمة زي باقي الدول. حق العودة مقدس عنا، هذا هو الطلب الاساسي عنا، وتحرير فلسطين وطبقة اخرى القدس عاصمة فلسطين للابدية. رسالتنا واضحة، نيل الحرية، العيش بامان وسلام زي باقي الدول، زي باقي المناطق الثانية. يعني فيش بنحلمش، يعني فيش مستقبل، بطلنا نحلم مستقبل ثاني. كلياتنا قاعدين بنستشهد، يا سجن يا حبس يا استشهاد، فيش شيء ثاني. يعني رسالة الاحتلال واضحة، كيف شرك عني خلاص بكدي. يعني مش راح، اكيد مش راح يجي هون وراح استقبله بحنية، اكيد راح استقبله بشراسة وبكل قوة راح استقبله. رسالتنا للسلطة انها توفرنا الحماية، سلطة احنا اولاد شعبها بسيش ظلم تفرج علينا، هذا واحد. ورسالتنا للعالم ان وقف معنا، وقف مش معنا، مع الحق، واحنا شعب مظلوم ومعتدى علينا، وكل الأعراف والقوانين الدولية بتشرعنا الدفاع عن حالنا، لأنه بيسكت عن حقه شيطان أخرس. وإحنا ولا واحد، لا عربي ولا إسلامي ولا جار وقف معنا، وقف معنا بس رب العالمين. أنا بدي أوجه من خلال شاشتك الكريمة والمحترمة رسالة لابن كبير، بدي أقول لابن كبير إنه إحنا أصحاب الأرض، إحنا ولدنا هون، تجوا عبر البحار. ابن كبير لما عمل دعايته الانتخابية عشان يدخل بالحكومة يمين 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 يمين، شو قال؟ قال سوف أفتح مكتب تهجير للفلسطينيين بالخليل. بدي أقول له خسيتها وخسيتها وخسيتها، إحنا أصحاب الأرض، إحنا موجودين مدام باقي التين والزيتون موجودين بالأرض. كل شيء بحفر الشوارع وفزروا طعام المي وحفروا الأراضي وفوق بحارة الدمج وبحارة الذهب، بحارة جارة الذهب وبحارة الحواشين، كله تحفر فوق بالمخيم، حفروا كله وهددوا وقصفوا، ما خلوش شيء ما عملوهوش. يعني بحيي المقاومين على اللي قدروا عليه ويعملوه. يعني كان الإشي مخوف لبعض الأطفال، صح رحلونا بس منرجع وإحنا قادرين على كل إشي. أولاد المخيم بيقدروا. بقول للسلطة وتوجيه لك رسالة للسلطة إنه تحمي مخيم جنين. بحب أنا المقاومة كتير كتير عشانهم بيدافعوا علينا. جيش فاتوا على الدار أو كسروا وتعبوا وجه كزاز وأخذوا أولاد خالتي. زي ما حكى الشهيد البطل، ننتصر أو نموت. إحنا بدناش حماية، المخيم بيحمي كل الوطن. جنين مدينة تنام على وسادة الحرية، لا تستيقظ على عبق قهوة ورائحة الخبز، تتعطر أزقاطها وشوارعها بدماء الشهداء، وينير فجرها أقمار تصعد إلى السماء، رحمة الخلود لجميع الشهداء. إذن ولنستكمل من الأخبار الميدانية والمزيد من الأخبار الميدانية ومتابعة آخر التفاصيل، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الزميل الصحفي دكتور أمين أبو وردة. يسعد صباحك دكتور وأهلا بك. صباح الخيرات لكم، تحياتي لك دكتور. يعني اقتحامات ومواجهات واعتقالات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية وأيضا القدس، حصيلة هذه الاعتقالات والاقتحامات؟ حسب كلام الاحتلال قبل قليل وناطق بلسان الجيش، تم اعتقال 5 مواطنين فلسطينيين من أحاب متفرقة من الضفة الغربية. لكن ما تم رصده اليوم هو اعتقال أسامة عويضات من مخيم العروب شمال الخليل، اقتحام منزله واعتقاله فجرا. سجل اقتحام أيضا في مناطق في نابلس، بلدة رجيل، بلدة كفر قليل، بلدة زواتا. كان دخول خاطف بدوريات الاحتلال ثم الانسحاب دون الإبلاغ عن اعتقالات في هذا المكان. سبق ذلك أيضا احتجاز الاحتلال للصحفيين محمد تركمان وأيضا كريم خنايسي، جرى احتجازهما لمدة 4 ساعات على حاجز ديال شرف شمال غرب نابلس، تنكيل بهما بشكل كبير ومحاولة معرفة محتويات أجهزة الخلوية التي بحوزتهم دون القيام بذلك، وأيضا أطام طارات مركبتهم بشكل متعمد. هذا ما جرى في منطقة ديال شرف. أيضا في صبصية ومنطقة النافورة شمال غرب نابلس، عشرات المستوطنين اقتحموا قلعة الشيخ شحولي المقامة على قمة أحد الجبال هناك. حوالي 100 مستوطن برفقة 40 جندي قاموا باقتحام المكان، ثم اقتحام عين مياه داخل البلدة معروفة بشكل كبير وهي قلعة عين هارون، ثم انسحبوا باتجاه مستوطنة شافي شمرون. سجل أيضا اقتحام أو استنفار في مخيم نور شمس بعد شعور الأهالي والمقاومين بقوة للاحتلال، تم إطلاق صفارات الإنذار. أيضا كان هناك اقتحامات في مناطق
حوارة خاصة وعلاقات في هذا الصباح بسبب قيام الاحتلال بإتمام إقامة جسر يربط الطريق المرتفع حول حوارة مع الطريق الاتفاقي جنوب نابلس. نعم. يعني أيضا دكتورة في مدينة القدس يعني الاحتلال يعني أطلق النار على مواطنة يوم أمس في الستينيات من عمرها حسب يعني ما وردت بعض الصحف العبرية، ويعني بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن، ما التفاصيل المتوفرة حتى هذه اللحظة؟ طبعا المواطنة التي أصيبت بالقرب من القطار الخفيف في الشيخ جراح هي سميرة حرباوي من منطقة الشيخ جراح، ولاحقا بعد إصابتها من قبل حراس أمن القطار تم اقتحام منزلها واعتقال بعض من أنجالها، والاحتلال دعانا حاول تنفيذ عملية طعن لأحد حراس الأمن لهذا القطار، وهذه طبعا رواية إسرائيلية، ولكن لاحظنا من خلال الفيديوهات كم تكالب عليها مستوطنين لإطلاق النار عليها بهدف تصفيتها، لكنها أصيبت بالمناطق السفلية وتم اعتقالها بشكل عنيف من قبل جنود الاحتلال. طبعا هذه المنطقة تشهد مرارا انتهاكات إسرائيلية سواء من المستوطنين أو جنود الاحتلال خاصة بسكان حي الشيخ جراح. نعم دكتور، يعني لكي يتسنى للمستمعين ومن يتنقل في هذه الأثناء خاصة معرفة أي الطرق السالكة وأيها المغلقة، ما أحوال الطرق صباح هذا اليوم؟ طبعا حسب معلوماتنا كل الطرق سالكة، لكن هناك قرار إسرائيلي مسبق لإغلاق مقطع من طريق نابلس رام الله بالقرب من مقام الشيخ سلمان الفارسي المفترك يسهر لمدة 6 ساعات بدءا من الساعة 6 من صباح هذا اليوم، وبالفعل قبل قليل تم إغلاق هذا المقطع من الطريق، ولكن كان هناك إرباك بتأخير فتح طريق بديل وطريق عورتة. طبعا كما ذكرنا السبب الإغلاق هو إتمام إقامة جسر يربط الطريق الملتف حول بلدة حوار، والذي بدأ فيه من حوالي سنتين والتهم حوالي 5000 دنم من أراضي بيتا وأودلا وعورتا وأسرين وحوارة لربط الجسر بعضه البعض، وبالتالي تم الإعلان مسبق عن إغلاق مقطع الطريق لعدة ساعات. نعم إذا اسمح لي إلى هنا أود شكرك الزميل الصحفي دكتور أمين أبو وردي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي، شكرا لك. إذن من الأخبار الهامة أيضا لهذا اليوم تفتتح ما تسمى بوزيرة المواصلات في حكومة الاحتلال ميري بعد عدة أيام شارعا جديدا في الضفة الغربية المحتلة يلتف على مخيم العروب وقرية بيت أمر شمال مدينة الخليلة الواقعتين على شارع رقم 60 الذي يبدأ في الناصرة شمالا مرورا بمدينة جنين ورام الله والخليل في الضفة الغربية وصولا إلى بئر السبع جنوبا، وتجري في القسم الشمالي من الشارع أعمال الشق شارع يلتف على قرية حوارة، ويتوقع أيضا افتتاحه خلال العام الحالي، وسيكون هذان الشارعان مخصصان للمستوطنين فقط في طريقهم إلى مدن الداخل المحتلة، وسيطلق أيضا على هذا الشارع الحاخامة موشي وتبلغ تكلفته 300 مليون شيكل، وهو شارع سريع بمسارين في كل اتجاه وتوجد فيه 3 معابر زراعية تحت الأرض وممرات مائية، ولن يمر من أي تجمع سكاني فلسطيني، ويشمل وسائل أمنية مثل محطة حافلات محصنة ونقاط عسكرية تابعة لجيش الاحتلال وجدار أمني بحسب ما ذكرت الوسائل العبرية. ويذكر أن وزارة المواصلات في حكومة الاحتلال رصدت حتى هذه اللحظة ربع ميزانية الوزارة للمستوطنات وفقا لهذا التقرير، وأيضا نقل التقرير عن الباحث في تطورات المستوطنات أن المقطع الجديد من هذا الشارع سيفتتح إلى الجنوب من غش عطسيون، والشارع الجاري شقه قرب حوارة هما المقتطعان الأخيران في شارع 60 الذي تم استبدالهما بشوارع التفافية ويمران بمحاذاة مدن وبلدات فلسطينية. أيضاً تبنى ما يسمى المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية للاحتلال الكابينة مساء يوم أمس مقترح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لما يزعمه منع انهيار السلطة الفلسطينية بحسب ما جاء في بيان صدر عن مكتب رئيس حكومة الاحتلال بشرط مجموعة من المطالب تتضمن تبعية السلطة شبه الكاملة للاحتلال. وأشارت هيئة البث العام العبرية أن قرار اتخذ بأغلبية 8 وزراء الأعضاء من كابينة الاحتلال
الاحتلال مقابل معارضة وزير واحد فقط وامتناع آخر عن التصويت. والحديث هنا عن ما يسمى بوزير الأمن القومي إيتامار بن كفير ووزير المالية سموتريتش. وقال مكتب نتنياهو أن الاحتلال سيعمل على منع انهيار السلطة الفلسطينية مع الدفع بمطالبتها بوقف أنشطتها ضد الاحتلال في المحافل القضائية والسياسية والدولية أيضا، ووقف التحريض في وسائل الإعلام ومناهج التعليم، ووقف دفع المخصصات لعائلات المقاومين، ووقف البناء غير القانوني في المنطقة المصنفة جيم. ولم يأتي بيان الاحتلال على ذكر الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لمنع السلطة الفلسطينية ومنع انهيارها كما يقولون، على حد تعبيرها، علما بأن تقارير الاحتلال قد أشارت إلى أن الحديث عن مزايا وتسهيلات اقتصادية من بينها إنشاء مناطق صناعية جديدة في ترقومية بالقرب من الخليل جنوب الضفة الغربية، وهو اقتراح قديم طرح بالفعل في العام 2020 من قبل ما يسمى بوزير الاقتصاد آنذاك. كما لفتت التقارير إلى خطة مالية لإنقاذ السلطة الفلسطينية تشمل هي ضمان قروض وتسوية ديون وخصم على سعر الوقود ومدفوعات ضرائب مسبقة في الإشارة لأموال المقاصة الفلسطينية. ويصادف 8 تموز في كل عام الذكرى 51 لاستشهاد الثائر والأديب الفلسطيني غسان كنفاني بتفجير سيارته من قبل الاحتلال في منطقة الحازمية قرب العاصمة اللبنانية بيروت، واستشهد برفقة ابنة شقيقته فايزة لميس حسين نجم والتي تبلغ من العمر 17 عاما. لنتابع هذا الفيديو معنا. نتيجة للمناورات الإمبريالية التي شاركت فيها سويسرا وألمانيا الغربية وبريطانيا والولايات المتحدة، وكذلك تبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية. من منا لم يفتح عينه منذ الصغر على عائد إلى حيفا وأرض البرتقال الحزين وأدب المقاومة الفلسطينية؟ من منا لم يترك كنفاني في مخيلته أسطرا بقيت صامدة، صمود فلسطين ليومنا هذا؟ ما الذي جعل غسان كنفاني يعيش في ذاكرة فلسطين كأنه حاضر بعد مرور 51 عاما على اغتياله؟ قلمه أرعب الموساد وسطر مسيرة من النضال والتحدي في سبيل قضيته الفلسطينية. 51 عاما على فقدان فلسطين، قلم يروي معاناتها، لكن كما قال كنفاني تموت الأجساد للفكرة. لم يكن كنفاني أديبا فقط، بل كان مناضلا من أجل قضيته التي رافقته في كل أعماله الأدبية وحياته. People, the Palestinian people prefer to die standing than to lose its case. We achieved proving that the king is wrong. We achieved proving that this nation is going to continue fighting till victory. We achieved that our people could never be defeated. في 8 يوليو عام 1972 تعرض كنفاني لعملية اغتيال جبانة من قبل الاحتلال عبر تفجير سيارته في بيروت. 36 عاما فقط كان عمر الأديب الفلسطيني كنفاني حين رحل شهيدا، ورغم مرور السنوات الطويلة لا يزال إرث كنفاني الثقافي والسياسي يشكل الأرضية التي ألهمت المقاومة الفلسطينية. 51 عاما مرت، سكت الصوت وجف القلم، لكن أعمال كنفاني بقيت خالدة كما خلد هو في ذاكرة كل فلسطيني وحر في العالم. To us, to liberate our country, to have dignity, to have respect, to have our mere human rights is something as essential as life itself.
إذن أخيراً مستمعينا ومشاهدينا إلى حالة الطقس لهذا اليوم، بحيث توقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم حار نسبياً إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتبقى حول معدلها السنوي العام. وهذه الليلة يكون الجو لطيفاً في المناطق الجبلية دافئاً في بقية المناطق، ويوم غد يكون الجو حار نسبياً إلى حار، وأيضاً لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، بحيث يوم الأربعاء القادم تتعرض البلاد لكتلة هوائية حارة إلى شديدة الحرارة وجافة، لذا يكون الجو حارا في معظم المناطق إلى شديد الحرارة في الأغوار، حيث يتوقع أن تستمر هذه الموجة لعدة أيام، ويطرأ ارتفاع لدرجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية. إذن وبهذا مستمعينا ومشاهدينا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذه الجولة الإخبارية. كنت معكم من الإعداد والتقديم هديلة بوزينة، إخراج التلفزيوني خالد نجاصة، من الهندسة الإذاعية محمد ريان، من المتابعة والتنسيق سحر حناني. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله. صباح الخير يا وطن، صباح الخير من رفح حتى رأس الناقورة، من قدس العروبة وغزة الأبية حتى الخليل، صباح نسيم الجليل العليل، صباح الخير من حيفا وعكا والناصرة وبئر السبع إلى نابلس جبل النار، صباح نخيل أريحة وبرتقال يافا، صباح الخير لبيسان والمجدل وإسدود وعسقلان، صباح الخير من أم الرشراش والمزارعة ويالو ولفتة وعين كارم والعباسية وبيت نبالة وصفد، صباح الخير إلى بيت نوبة وعمواس والقسطل من طبرية حتى النقب، صباح الخير للد والمثلث، صباح الخير من وطن يا وطن، صباح الخير من مهد بيت لحم إلى قلقيلي وطول كرم وجنين، صباح الخير لأهلنا في طوباس وسلفيت، صباح الخير لكل مدينة وقرية ومخيم، صباح الخير لشعبنا في الشتات واللجوء، صباح الخير للأسرى والجرحى ولذوي الشهداء، صباح الخير للعمال والفلاحين، صباح الخير للطلاب، صباح الخير للفقراء، صباح الخير يا وطن، صباح الخير يا أرضا عشقناها مدى الزمن. في هذه الجولة الإخبارية الصباحية نتابع معكم آخر التطورات والأحداث الميدانية مع شبكة مراسلين، وعلى امتداد الوطن السليب نقرأ الخبر، نقدمه ونحلله بعين فلسطين. برنامج صباح الخير يا وطن يأتيكم من الساعة 8 صباحا وحتى 9. هذا البرنامج برعاية مستشفى اتش كلينيك التخصصي، هيلث صحة، هيومانيتي إنسانية، هاي ستاندردز أوف كير، معايير عالية للرعاية الطبية، شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، جودة صحة مذاق طيب، الجنيدي إلنا كلنا، هيئة تنشيط السياحة الأردنية، الأردن وجهتك المثالية لتلقي أفضل الخدمات والرعاية الصحية بمعايير عالمية.